يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. حلقتنا اليوم فيها حضارة، فيها رقي، وفيها موهبة فريدة، وفيها إبداع وتحدي، وفيها صور رح تضل علقانة بذاكرتكم لفنانة رائدة بعالم التصوير، وهي الفنانة الفلسطينية العربية كريمة عبود، أول فلسطينية عربية احترفت التصوير. المصورة الشمسية مثل ما كانت توصف حالها. كريمة عبود ولدت ب 18 نوفمبر 1896 بمدينة الناصرة، ونشأت ما بين الناصرة وبيت لحم. تنحدر من عائلة ذات أصول لبنانية، وهي ابنة القسيس سعيد عبود من بلدة الخيام الجنوبية، نزحت أواسط القرن التاسع عشر لمدينة الناصرة. درست كريمة عبود المرحلة الأولى بالناصرة، والثانوية بالقدس، والأكاديمية ببيت لحم، وبعدين التحقت بكلية الأدب العربي بالجامعة الأمريكية ببيروت. هلأ بين قوسين، لاحظوا الدرجات العلمية اللي حصلتها بهديك الأيام، أيام باب الحارة مثل ما كانوا يقولوا. تعلمت بالقدس مهنة التصوير اللي استهوتها من عام 1913، لما هداها والدها آلة التصوير بعيد ميلادها 17، وتعلقت فيها وراحت تلقط صور لأفراد عائلتها وأصدقائها، وكمان للمعالم التاريخية والمدن والأماكن الطبيعية بفلسطين ولبنان. وقررت بعدين كريمة عبود تفتح استوديو للتصوير ببيت لحم. طبعا تعتبر هي أول امرأة تحترف التصوير في العالم العربي، تصوروا من هداك الزمن. ويحسب لكريمة عبود بهديك الفترة دورها الكبير بانتشار المهنة وبانتشار ثقافة التصوير يلي كانت جديدة على المجتمع العربي والشرقي، خاصة انه الكتير من العائلات المحافظة ما كانت تقبل بانه تظهر قدام العدسات باستثناء بعض العائلات، يلي التقطت صور جماعية ووثقت صور قديمة لبعض عائلات بالقدس ويافا وحيفا وحتى بغزة. هي أيام الانتداب البريطاني. بأيام الانتداب البريطاني فتحت استوديو خاص لتصوير النساء ببيت لحم بغرض السماح بتصوير النساء يلي بينحدروا من عائلات محافظة وبلا حرج. بعدين لما ازدهر شغلها قامت بفتح مشغل خاص لتلوين الصور من أجل إعطائها بريء ولمعان، وبهالأثناء كانت تقوم بتصوير المدن الفلسطينية المختلفة، يعني كانت تشتغل على الجهتين، شيء له علاقة بتصوير الاستوديو وشيء له علاقة بالتصوير التوثيقي. فصورت الناصرة وبيت لحم وقيسرية وطبرية وحيفا، وبوقتها انتشرت جميع صورها تدريجيا من بيروت لدمشق والشويفات والسلط وغيرها من المدن العربية. ومثل ما عم تشوفوا صور كمان التقطتها كريمة عبود لنساء لابسين أزياء جميلة داخل الاستوديو، وهذا الشيء بيدل على أنه كانت حريصة على توثيق الزي الفلسطيني بصورها داخل الاستوديو ومن خارجه كمان، مثل ما عم نشوف بالصور اللي عم تنعرض. كريمة كانت حريصة على أنه توضع اسم مدينتها الناصرة باللغة الإنجليزية مشان تعرف مصدرها. وبالعشرينات كتبت على ظهر الصورة كريمة عبود مصورة شمسية. توفت كريمة عبود هلأ في تاريخين ملتبسين بالنسبة لتاريخ وفاتها، هن 1944 1955، بس بتصور 1944 أصح من خلال أحد الموثقين يلي شفت أنا لهم فيديو على اليوتيوب. توفت نتيجة المرض ودفنت في بيت لحم،
وتركت كنز في مئات الصور يلي بتجسد مراحل هامة بالتاريخ الفلسطيني الحديث. هلأ منجي للناحية التقنية والفنية يلي بتميز هالفنانة الفريدة وبتحطها بمصاف العالمية وبتخلد أعمالها العظيمة. أسلوبها بتصوير البورتريهات كان يختلف كتير عن النمط الأوروبي المنتشر بهذاك الوقت، بحيث كانت حريصة على تصوير كتير من مواضيعها بأماكنها الطبيعية، وتركت شغلها يعكس الأحوال المعاشة والطبيعية لمواضيعها، إن كان بمجال تصوير وتوثيق الواقع المعاش أو التراث أو الطبيعة أو التوثيق الجغرافي للمدن والبلدات من الناحية التقنية بهديك الأيام. هلأ ما كان عند المصور خيارات كتير للتحكم بالضوء واللون مثل هالأيام يلي بكبسة زر بتغمق وبتفتح وبتغير لون الصورة مثل ما بدك، وحتى ما كان عندهم خيار إعادة الصورة، لذلك كان المصور يستخدم خياله ليظهر عبقريته بتطويع الضوء والظل واللون ليحصل على مكونات الموضوع يلي بده اياه باحترافية. هلأ في حدا ممكن يسأل شو دخل اللون بصور السيبيا او الابيض والاسود يلي كانت بهديك الايام، يعني لانه ما كان في تصوير ملون، ومدى تأثيرها على الصورة. رح اقول لك يا سيدي، مو كل الالوان بتعمل نفور بالصورة بحالة الابيض والاسود، وطبعا بيختلف هذا الشيء بالسيبيا كمان. يعني اللون الاحمر مثلا بيعطي لون رصاصي داكن بالابيض والاسود، وهذا اللون ضعيف وما بيعطي نفور او لمعة بالصورة. بين قوسين للشباب والمصورين غير المحترفين، السيبيا هو اللون المتدرج من البني بالصور القديمة. اذا اكيد شايفين صور قديمة، فاحيانا بتكون الصور هي اساسا من اللون البني او الابيض والاسود، اللي اساسا من اللون البني هي قبل الابيض والاسود كمان. هلا كانت كريمة عبود تتغلب على كل هي المشاكل التقنية بتوظيفها لزوايا سقوط الضوء على مواضيعها بعبقرية فريدة، واكيد كانت تدرس الوضعية للموضوع يلي بدها تصوره بكل دقة وتحضره وتوجهه بشكل صحيح باتجاه مصدر الضوء حتى تحصل على النتيجة يلي متخيلتها للصورة، وهذا الاسلوب واضح جدا بشغلها. وكانت كمان تتحكم بشدة او خفوت مصدر الضوء حتى تتحكم كمان بسطوع الالوان بمواضيعها وحتى تظهر نفور هالالوان بالصورة وتضيف جمالية اضافية لجمالية الموضوع الرئيسي. هاي التأثيرات الضوئية كان إلها قواعد هي بتكرتها باحترافية علمية عالية، يعني ما اجت بشكل تجريبي او اعتباطي ابدا، بالعكس تماما منلاقيها دارستها مثل ما قلنا ومسيطر عليها. الشغل الاحترافي على التفاصيل محفور حفر واضح جدا بشغلها، وعاطيها هذا التميز الكبير عن غيرها حتى من المصورين العالميين من نفس المرحلة. والطريف بمسيرتها انها بديت تعمل خط درامي لأعمالها بانها بدت تلون صورها واستخدمت الالوان الاساسية للتصوير بوقتها، وادخلت اللون الاحمر والاخضر والازرق. هذا الشيء تصوروا كان بالثلاثينات، فتصوروا الابداع والابتكار. والشيء المهم من خلال مسيرتها الفنية انه كان واضح تماما انه عندها مشروع فني للتوثيق المكاني والتراثي، يعني حدا مثل ما كان مهتم بالتصوير كمهنة كمان كان مهتم فيه كفن وثقافة وهدف، وهالشي يحسب لها بالإضافة لعبقريتها. هلأ نجي للجانب الإنساني بمسيرتها. كريمة عبود عاشت كامرأة بزمن صعب، كافحت ووقفت وجه تيار أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه المرأة ما كانت حاصلة فيه على أدنى حقوقها، وامتهنت مهنة أقل ما يقال عنها حرام وكفر. هلا بين قوسين، إذا لهلأ في ناس بتقول على التصوير حرام رغم الثورة البصرية الكاسحة، فما بالكم بهذيك الأيام. سيدي فلكم أن تتخيلوا حجم الإرادة والتحدي والكفاح
يلي بتتحلى فيهم هي السيدة العظيمة يلي كانت متزوجة وعندها أولاد كمان، وحجم الصعوبات يلي قدرت تتغلب عليها بخيارها لمهنة صعبة جدا بزمانها، وممكن يكون فيها إخفاقات كتيرة وتكلف صاحبها خسائر مادية ومعنوية، ومهنة ذكورية بين قوسين بامتياز كمان بزمانها، وبتحتاج لصبر وجهد غير عادي بالإضافة للموهبة. هلأ كتير منردد أسماء مهمة بمجال التنوير بالعالم العربي من نهايات القرن التاسع عشر وبدايات وحتى منتصف القرن العشرين. يا ترى برأيكم ما بتستحق هاي السيدة إن نقول عنها أيضا إن رائدة للتنوير العربي وتحرير المرأة بالعصر الحديث؟ ما بتستحق؟ بتمنى تجاوبوا على هذا السؤال بكل صدق ووضوح أعزائي المشاهدين. حاسس حالي قد ما حكيت عن هالإنسانة ما رح وفيها حقها، بس عزائي إنه أعمالها رح تخلد ذكراها، وبطلب السكينة والسلام لروحها. وبالنهاية بتمنى يكون الموضوع عجبكم، وبتمنى تكون الصورة واضحة عن كل شي حكيته، وشكرا لمتابعتكم، وتضلوا بخير وفرح.